عزيزي المشاهد، مساء الخير واهلا بيك معنا وحلقه جديده وضيف جديد وبرنامجكم عالم الشهره. النهارده عزيزي المشاهد بنلتقي بنجم كروي، نجم اشتهر ولمع على البساط الاخضر في فتره طويله جدا، نجم قديم وجديد. بدا من فتره طويله ولكن سرعان ما منعته الاصابه او الظروف الخاصه للنادي اللي هو بيلعب فيه من استمراره، لكنه في الفترة الأخيرة استعاد أمجاده الكروية، وكان في المباراة الأخيرة بين قطبي الرياضة كان النجم الأوحد وأثار إعجاب منافسيه قبل أن يثير إعجاب مؤيديه. أيضا استطاع أن هو يؤدي المباراة بهدوء أعصاب شديدة جدا، ما زال العديد بيتعجب منها وكيف كان هدوء أعصابه على الرغم من أهمية المباراة الكبيرة. عزيزي المشاهد، لقائنا النهاردة مع النجم وحارس المرمى الكابتن ثابت البطل، واللي كان واحد من الأعمدة الأساسية لفوز النادي الأهلي في مباراة الدوري العام الأخيرة بفوزه بالدوري. تعال معنا عزيزي المشاهد ولقاء مع الكابتن ثابت البطل. جمال يلعبها لنفسه ومعه محمود صالح ورا أحمد رمزي، ويشوط أحمد رمزي في وسط الجون ومسكها ثابت البطل. كابتن ثابت البطل، اهلا بيك معانا النهارده في عالم الشهره. اهلا وسهلا. بنقول مبروك حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري العام السنه دي، واللي انت كنت سبب من اهم الاسباب لفوز النادي الاهلي بيه، الف مبروك. في الحقيقه الحمد لله، ومبروك على النادي الاهلي ومبروك على جمهور النادي الاهلي لفوز ببطوله الدوري. وبقول مش انا احد الاسباب، انا من ضمن اللعيبه اللي اشتركوا واخلصوا للنادي الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي. وبقول ان كل اللعيبه اللي موجودين في النادي الاهلي اللي متأيدين سواء لعب او ما لعبش، فهم ليهم بصمه في حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري العام. كابتن ثابت، جمهورك بيقول انك فعلا في المباراه الاخيره كنت ثابت جدا وكنت بطل بحق. الحمد لله. طبعا ظروف المباراه كانت تختلف عن اي مباراه تانية، وخاصه بعد احنا ما فوزنا بمباراة السويس، فكان بيتطلب مني ان انا اكون اعصابي هادية جدا في المباراة، واحاول بقدر الامكان ان انا استنفذ الوقت بطريقة مشروعة قانونية، وانا وفقت في هذا. والكور اللي جات لي كلها الحمد لله وفقت فيها ومسكتها بثبات، فعشان كده يمكن الناس قالت عليا ان انا كنت ثابت وكنت بطل فعلا. كان واضح في المباراة الاخيرة يا كابتن ثابت انك بتتحدى علانية، يا ترى كان ايه السبب؟ في الحقيقة الإصرار ده والتحدي ده نتيجة ظروف اللي أنا مريت بيها السنة اللي فاتت، فبقول الحمد لله وفقت بتوفيق ربنا. والإصرار ده كان نتيجة إن جمهور النادي الأهلي مشتاق جدا للمكسب، وخاصة الظروف اللي حصلت فينا السنة اللي فاتت، وكان عندي إصرار وتحدي مع نفسي إن احنا نفوز ببطولة الدوري العام، سواء المنافس بتاعي الزمالك أو أي من الاتيام اللي لعبناها، الفرقه اللي احنا لعبناها خلال الراوند الثاني كله. واعتقد الحمد لله ان احنا وفقنا في الحصول على بطوله الدوري نتيجه اصرار اللعيبه كلها، وخاصه ثابت البطل في الظروف اللي حصلت له في بدايه الموسم. الظروف اللي حصلت في الموسم الماضي دي كانت بسبب الاصابه؟ لا، هي في الحقيقه الظروف اللي حصلت لي ما كانتش بسبب الاصابه، ولكن هي بسبب ان المدرب مستر فايزا شايف ان شوبير هو اللي كان اجهز بالنسبه لنا، وده ما كانش اجهز فنيا او بدنيا. لا، احنا كنا موجودين بنتدرب بجديه، كل الموجودين اكرامي وثابت وايهاب كلنا بنتمرن بجديه، لكن اللي حصل ان الخواجه شايف ان شوبير كان هو في الوقت ده كان جول منتخب في الدوره اللي كانت الدوره العربيه اللي كانت معموله في الاردن. فطبعا اي مدرب بيجي على تيم جديد فبيشوف ان اللعيبه دي الدوليه، فبالتالي لازم اللعيب الدولي بيبقى معاه رخصه، ودي حقيقه مع كل المدربين الموجودين. فالرخصه دي كانت مع شوبير في ذلك الوقت، ويمكن المدرب قعد معانا وقال لنا ان انتوا مش هتلعبوا الا اذا كنتوا جاهزين، فقعدنا معاه، فاحنا بنتمرن كويس، قلنا له ان احنا بنتمرن كويس وجاهزين دلوقتي في الظروف دي، فقعد معانا تاني. فالظروف بتاع الفرقه ان الفرقه بتكسب في بدايه الموسم، فما يقدرش يغير في شكل التيم. فاعتقد جه وقعد معايا تاني وقال لي انت مش هتلعب الا اذا اصيب شوبير. ويلعبها عكسيه
لجمال وثابت، وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. حمادة عبد اللطيف، أمامية لطارق يحيى، عرضية وحلوة وجمال يطلع ثابت البطل ويمسك أخطر كرة للنادي الزمالك. حمادة عبد اللطيف وبدر رجب، يعدي حمادة ومن على خط المرمى يلعب كرة يمسكها ثابت البطل. بطاقة كابتن ثابت البطل الشخصية والعائلية ممكن تعرف عليها؟ في الحقيقة ثابت دسوقي ثابت البطل، من مواليد الحامضية الجيزة 16/9/53، متزوج ويعول عندي لينا ولميس 7 سنين و2 سنة. بدايتك مع النادي الأهلي يا كابتن ثابت كانت إزاي؟ في الحقيقة بدايتي مع النادي الأهلي كانت قبلها في الحامضية، ودي بلدي اللي تربيت فيها وعشت فيها حياتي. كانت بدايتي أساسا أنا كنت بلعب لاعب خط وسط، وكان في مدرب الله يرحمه، مدربين كبار جدا اللي أنا بعتز بيهم، كان لاعب في النادي الأهلي، وده كان سبب من ضمن الأسباب اللي خلتني أجي النادي الأهلي. لأن أنا في بداية حياتي كان في نادي زمالك بيلعب عندنا مباراة كان أذكر فيها، كان بيلعب بالكابتن فاروق السيد وكابتن سمير شفيق وكابتن طه بصري، اللعيبة القدام اللي هما بتوع الستينات دول اللي كانوا بيبطلوا في أواخر السبعينات جم عندنا الحامضية، أذكر سنة 70 أو 71، وجم شافوني، وكان المدرب في ذلك الوقت كان الكابتن علي شرف، وقال إن إحنا عايزين الجول ده، شايفين إنه ممكن يبقى جول كويس، فإحنا عايزين ناخده عندنا نادي الزمالك. وفي الحقيقة المدرب الله يرحمه سيد عثمان رفض إن أنا أروح نادي الزمالك، وقال لي أنا عايز أوديك النادي الأهلي، ولكن في ناس جم خدوني من البيت وودوني نادي الزمالك، واتمرنت فعلا في نادي الزمالك حوالي 2 أسبوع، ولكن نادي الزمالك فشل في الحصول على الاستغناء، وده طبعا نتيجة جهود المسؤولين في النادي الأهلي، وبرضو الله يرحمه الحاج عبد المنعم البقال، الواحد ده طبعا يعني كشاف النادي الأهلي وكان بيجيب جاب لعيبة كتير قوي للنادي الأهلي ومن ضمنهم أنا. وجيت النادي الأهلي سنة 72-73، وكان أيامها كان كابتن عبدو صالح الوحش كان مدرب الفريق الأول، وكابتن جوهري كان مساعد، وكابتن صالح سليم كان مدير الكورة أيامها. وجيت النادي الأهلي وشافوني وقالوا لي لا دي خامة كويسة ولازم يبقى موجود معنا، وفعلا اتمرنت في الدرجة الأولى حوالي سنة، وكان حصل ان الكابتن جوهري كان سني في ذلك الوقت يسمح لي ان انا العب تحت 21 سنه، فالكابتن جوهري خدني معاه في تيم اسمه تيم الامل. وفي الوقت ده انا زعلت، قلت له ازاي انا راجل جاي دلوقتي على اساس ان انا العب درجه اولى، فقال لي لا انا عايزك، وهو كان الكابتن جوهري كان ليه نظره برضو بعيده جدا، قال لي انا مش عايزك تلعب دلوقتي، لازم يتداس عليك دلوقتي ويتقرس عليك دلوقتي وتتمرن كويس حوالي سنة أو سنتين، بعد كده تلعب، وأنا متأكد بعد السنتين دول هتبقى جول منتخب مصر. وفي الحقيقة يعني صدقت رؤياه أو نظرته في اللعيب الكورة برضو، ودي طبعا حاجة تحسب للمدربين برضو، في مدرب بيبقى ليه نظرة في لعيب الكورة ان ممكن لعيب الكورة يعمر مثلا سنة او 5 سنين أو 6 سنين أو 10 سنين، ويمكن نظرة الكابتن جوهري فيها كانت صح جدا، ان هو ما خلانيش العب درجة اولى بسرعة، قال لي لا تتمرن كويس قوي معايا، وفعلا ولعبت معاه ماتشات حبية، ويمكن انا لعبت منتخب مصر قبل ما العب للنادي الاهلي، لعبت في دورة القنيطرة في سوريا، لعبت منتخب مصر، ودي برضو نقطة تحسب لي الحمد لله ان انا العب منتخب مصر قبل النادي الاهلي، دي حاجه كبيره جدا وشرف كبير لي انا شخصيا. ويمكن بعد الدوره دي اللي كانت دوره القناطره في سوريا، بعد ما لعبت فيها والناس هناك قالوا ان في جول شفناه جول كبير جدا، والله يرحمه كابتن حسن حلمي كان موجود معانا في ذلك الوقت، ويمكن اذكر كلمه قالها، قال لك احنا خسرنا الدوره ولكن كسبنا ثابت البطل حارس جديد، واعتقد ده هيبقى حارس منتخب مصر في السنين اللي جايه. ومن النقطه دي جيت النادي الأهلي ولعبت في النادي الأهلي ولعبت منتخب مصر في نفس العام برضه. بره ما دخلتش جول، يبقى 1-1. بره
في ثلاثة من الكونغو مضيعين. الكابتن ثابت، المباريات اللي بيلعبها النادي الأهلي أمام نادي الزمالك، وهو ده الفريق اللي هو المنافس بالنسبة له في هذا المجال، نقدر نقول إن هي بيبقى لها استعداد خاص بالنسبة لك أنت كحارس مرمى؟ لا، في الحقيقة هو الاستعداد ده ما بيجيش في استعداد مباراة لوحدها، هو بيجي الاستعداد ده من بداية الموسم، لأن أنا كنادي أهلي أنا بلعب على بطولة، على بطولة دوري عام ده، وده أنا المنافس التقليدي للبطولة أو صاحب البطولة دي لسنوات عديدة، فكون إن أنا أوصل البطولة ده سهل جدا، لكن الحفاظ عليها ده صعب جدا، فعشان أحافظ على البطولة دي فبمعدل تمريني بيزيد باستمرار، واللعيبة كلها مش أنا لوحدي، فأكيد استعدادنا للمباراة دي استعداد عادي جدا، بدليل إن إحنا بعد مباراة السويس واخدين، بعد ماتش السويس واخدين يوم أجازة، فيمكن لو في استعداد غير عادي هيقول لك لا مثلا لعيبة تبقى موجودة ولازم تيجي تتمرن، وإنما البرنامج بتاعنا محطوط بيتحط أسبوعي من بداية السنة، من الأسبوع ده بنستعد للمباراة دي بالشكل المناسب بالشكل ده كذا، معاد تمريننا بيبقى يومين الساعة 10، اليوم ده بناخد أجازة، معدل التمرين ساعة ونص ساعة، كل هذا بيحدد ومفيش تغيير في البرنامج حقيقة يعني، ودي ميزة بتحسب لمستر فايزا إن بيعامل مباراة الزمالك زيها زي أي مباراة، لأن بتعتبر دي 3 بونت، يعني أنا ممكن ألعب السويس وده طالع من درجة تانية مثلا، ممكن ألعبه إنما 3 بونت لو خسرتهم زيهم زي ماتش الزمالك، إنما أهمية ماتش الزمالك بالنسبة لنا فهي حساسة للجمهورين، إنما هي بثلاثة بونت، وخاصة إن نادي الزمالك المنافس التقليدي بتاعك وهو اللي بيلعب على البطولة، فبالتالي بيبقى ليها شد عصبي للاعبين وللجمهور في نفس الوقت، هو ده الاستعداد، بس استعداد ذهني، ويمكن البدني ده موجود من أول سنة، يمكن استعداد ذهني ونفسي بس. الضغط الأكبر في أي مباراة دايما بيبقى على حارس المرمى بالتحديد، لأنه بتهيألي كل فريق بيبقى خايف لا يدخل في مرمى أو في شبكته أي هدف. في الحقيقة هو حضرتك قلت نقطة ظريفة جدا، هو في الحقيقة اللي بيتحمل العبء كله هو خط الظهر وحارس المرمى، هو مش حارس المرمى بس، هو خط الظهر، يعني يمكن في حاجه مسمين نفسنا احنا الخط بتاعنا، الخط الاخير ده الاربعه اللي ورا والجول، اسمه خط الغلابه، وفعلا خط الغلابه اي واحد فينا بيغلط غلطه الناس بتحملها له على طول، الناس بتفضل فاكراها له لسنين طويله، انما الفرد لما بيضيع جول او لعيب نص الملعب بيضيع جول او يغلط غلطه الناس خلاص بتنسى بعد المباراه مباشره، انما الجول يغلط غلطه الناس تفضل فاكراها له، يمكن لو لا ما فيش انسان معصوم من الخطا في الحقيقه، يعني ممكن اي بني ادم مننا معرض انه يغلط في اي وقت من الاوقات، انما الناس لا تتقبل خطا حارس المرمى او خطا اي لاعب من الدفاع، لان حارس المرمى خطا بهدف، ما هو برضو الفرويد لما بيضيع جول ما هو بيضيع هدف برضو، الهدف ده ممكن يفيد فرقته، انما هي محسوب علينا خطأنا، ويمكن الواحد الحمد لله بيحاول بقدر الإمكان إنه يقلل من خطأه، ويمكن بتركيزه بيبقى أعلى من تركيز أي حد تاني، لأن الغلطة في مباراة حساسة مثلا زي مباراة الزمالك دي أكيد بتبقى مكلفة للتيم نفسه، مكلفة للناس وللجمهور وللنادي، فمؤثرة يعني، يمكن في أي مباراة تانية ممكن ما تكونش مؤثرة، ممكن التيم بتاعي يقدر يعوض، إنما مع تيم منافس أعتقد بيبقى الفرصة بتبقى صعبة جدا. تتلعب الضربة الركنية عالية وثابت طالع من جونه ويمسك، تقع من ايده والحكم مصفر ومتابعها وقدام طارق خليل وحسام حسن. عايز اسالك صحيح، انت قبل اي مباراه ليه ما بتتكلمش؟ يعني احنا كنا مع كابتن مصطفى يونس قبل ما نلتقي بيك في التسجيل، وقال انه ثابت البطل قبل اي مباراه بيبقى زي ابو الهول بالظبط. الحقيقه انا الصمت ده نتيجة تركيز في المباراة، في الحقيقة يعني أنا بركز جدا في المباراة، ودايما الماتشات اللي هلعبها بفكر في الخصم بتاعي، بشوف هيعمل إيه، بشوف الفراودة بتاعته بتعمل إيه، بحكم إن أنا بتفرج على الماتشات بتاعتهم وابتدي أذاكر إيه اللي هيحصل في الماتش، يعني مثلا قبل مباراة الزمالك اتفرجت على ماتش الزمالك حوالي مرتين أو ثلاثة، بذاكر طارق ايه هيعمل ايه، حماد عبد اللطيف هيعمل ايه، عفت نصار هيعمل ايه، جمال عبد الحميد هيعمل ايه، الفراوده بتعمل ايه، ببتدي اذاكر المباراه تماما وابتدي اراجعها واتذكر الحاجات دي، وانا رايح المباراه ببتدي في صمت تام وابتدي ارجع الشريط ده في ذهني
واشوف انا هتبقى تحركاتي ايه في المباراه. فبالتالي بروح المباراه ببقى ساكت جدا، ما بحبش اتكلم كتير قبل المباراه، وبعد المباراه ببتدي بقى في المباراه نفسها ابتدي الترجمه بتحدث نتيجه المذاكره اللي انا بذاكرها دي. وفقت والله، ده التوفيق بيجي من عند ربنا، وفي نفس الوقت نتيجه ان انا بذاكر الماتش قبله. ولو حصل حاجة بقى جايز يكون عدم توفيق مني أنا شخصيا أو تأثير مني أنا شخصيا. في فترة من الفترات النقاد والجمهور أيضا، مش عارفة فترة كنت أنت فيها إصابة أو الفترة اللي كان المدرب منعك من اللعب فيها، إنما قالوا إنه ثابت البطل لحد كده وكفاية، ويدوب إنه هو يعتزل زي بقية أقرانه أو زملائه من الفريق الأول اللي اعتزلوا في الفترة دي. في الحقيقة يمكن القرار بتاع الاعتزال ده مش قرار الناس، هو قرار اللعيب نفسه بإرادة اللعيب نفسه. يعني الناس شافت ان انا بعيد عن الملعب، وانا معاهم حق في هذا القرار، لان في مثل بينطبق بيقول اللي بعيد عن القلب بعيد عن العين. فعلا حقيقة اللي بعيد عن. فاعتقد ان الناس مش شايفة ثابت البطل، يبقى اكيد ثابت البطل وحش، اكيد ثابت البطل اكرم له ان يعتزل. انا بقول لان الناس ما شافتش ثابت، ما تفرجش على ثابت البطل في التمرين الا الناس القله القليله اللي هي بتتفرج، انما الراي العام كله ما بيجيش تمرين، او الجمهور جمهور النادي الاهلي ما بيجيش تمرين. فاعتقد بوجهه نظر الناس فيها شيء من الصح، والصحفيين برضو فيها شيء من الصح، لكن صاحب القرار مين هو؟ انا راجل من الناس. ناس بتقول بطل، لا انا بقول مش هبطل، ومش هبطل لان انا حاسس ان انا قدر العطاء، ودون ما انا قدر عطاء هخلص وهادي هلعب. المدرب اللي باقي، المدرب اقصد المدرب هو اللي هيمشي، انا اللي باقي، انا اللي باقي في الملعب وانا اللي موجود. المدرب النهارده بيبقى سنه سنتين وبيمشي، ليه وجهه نظر، فاكيد بعد السنه دي ممكن يمشي، بعد سنتين ممكن يمشي، انما انا اللي قاعد، وطالما انا قادر على عطاء وبخلص وبدي وبتمرن اكيد هلعب. مفيش حد بيخلص في عمله اكيد وبيتفانى في عمله الا ربنا، اكيد هيديله ولو حتى بعد فتره. فده اللي حصل لي، ده نتيجه تعب ومجهود. الراجل المدرب اصر ان انا ما العبش، اصريت ان انا اتمرن واتدرب واتمرن 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 لحد ما وصلت اللي انا عايزه بفضل من ربنا الحمد لله. واثبتت للناس ان وجهه النظر الناس بتقولها اكيد غلط 100%. كابتن ثابت البطل، علاقتك ايه بالكابتن علاء ميهوب؟ علاقتي بعلاء ميهوب هو علاقة أسرية، هو قريبي ومن بلدي وأخويا الصغير. وعلاء ميهوب ده أنا بعتبره لعيب في النادي الأهلي، لعيب كبير قوي، ولعيب على مستوى خلق هايل، ولعيب ليه طراز فريد في لعبه وفي أدائه. ويمكن بعيب عليه الفترة الأخيرة دي، يمكن علاء ميهوب في التمانينات كان قد كده 10 مرات، ويمكن الناس حست بيه دلوقتي. يمكن الناس النهارده بتحس العالم بيقول لك علاء ميهوب لعيب كبير ولعيب كويس اليومين دول، بس لا، انا بقول علاء ميهوب ده من اللعيبه في بدايه حياته كان ليه ستايل 10 على 10، وكان لعيب ممتاز جدا، ولعيب من اللعيبه اللي بتشق له جول وبتروح له جول كتير. يمكن الفتره دي قلت عليه، وقد تكون التزام خططي احيانا، ولكن برضو انا العيب ده بقول على علاء ميهوب بدليل انه شقه مره واحده في ماتش الزمالك جاب بيها جول. فتخيلي علاء ميهوب ده لو استمر بهذا الاسلوب وبطريقه لعبه انه بيكمل على الجول، كل ماتش هيجيب جول واثنين وثلاثه. ورا لمحمد عبد الجليل واحمد رمزي، تطول الكوره وعبد الجليل وعلاء ميهوب، والجول الاول للنادي الاهلي. تتلعب الكوره لعلاء ميهوب من عبد الجليل، وكان واقف علاء ميهوب لوحده، يلعبها على شمال ايمن طاهر، يحرز علاء ميهوب الهدف. يتقدم النادي الاهلي بهدف لعلاء ميهوب في الدقيقه 14. واحد الاهلي لا شيء الزمالك بعد 14 دقيقه. كابتن علاء ميهوب، يا ترى الكابتن ثابت البطل بيتميز عن غيره من حراس المرمى بايه؟ يمكن ما طبعا كل حراس المرمى في النادي الاهلي الحمد لله كويسين، وكل واحد ليه ميزه معينه، لكن في النادي الاهلي بالذات يعني هو كحارس مرمى اول كحارس مرمى هو يتميز ان هو صبور جدا وعنده عزيمه واراده غير عاديه. يعني بدليل هو يعني ما شاء الله ربنا يديه طول عمر دلوقتي 35 سنه ولا حاجه،
وتحس ان هو مثلا عنده 22 سنه ولا حاجه. الراجل الحمد لله ما شاء الله علاقته جامده جدا، وواقف مال الجول، وان هو كان مر فترات يعني مثلا من سنتين او حاجه كان عامل عمليه، وكانت عمليه اخرته شويه عن الملعب، لكن طبعا بارادته الغير عاديه اللي عنده رجع، ورجع كويس قوي. ولو بصينا الموسم ده برضه هو كان ما بداش الموسم، كان بادئ احمد شوبير، وكان احمد شوبير ماشي كويس قوي، وكان ثابت طبعا في الفتره دي يتمرن كويس قوي، لانه عارف اي وقت ممكن يحصل اي حاجه، مثلا شوبير لا قدر الله يتصاب ولا حاجه، ممكن هو يحل محل شوبير. وفعلا كان بيتمرن تمرين كويس قوي زي شوبير بالظبط، يعني هما اتنين بيتمرنوا كويس قوي عشان عارف ان جايز تحصل ظروف. ويمكن فعلا حصل ظروف دي في ماتش المنيا، وكان شوبير جات له اصابه كده، فلعب كابتن ثابت وكان كويس قوي طبعا الحمد لله، لان هو اساسا كان محضر نفسه للوقت ده ان هو في اي لحظه ممكن يلعب، عشان كده كان دايما بيتمرن كويس قوي، محافظ على نفسه كويس قوي، ودايما في فورمه كويسه. بدي ان هو بعد ما لعب ماتش المنيا واخذ ماتش بعدها، لان شوبير اصابته طولت شويه، ظهر مستوى كويس قوي، ومستوى يعني يمكن الحمد لله طبعا الفترة الأخيرة كان فوق الممتاز، وبدليل ان كل الناس بتشيد بيه، وبتشيد ان هو بيقول طبعا ان هو كبر وكده، لكن طبعا هو بيرد عليهم باللعب وما بيردش بالكلام ولا حاجة، ان هو لسه الحمد لله ثابت البطل. جول النادي الأهلي المعروف هو ان هو طول عمره راجل فعلا بطل، وجول من الأجوال الممتازة قوي اللي في مصر عامة موجودة، ويمكن بيضرب مثل جامد قوي في حكايه ان هو السن او كده، بيقول ان هو دلوقتي وبقوله بمنتهى الصراحه ان السن عمر بيحكم اللعيب، طول ما اللعيب اداؤه مميز في الملعب وقادر يبقى يقدر يلعب. حماده عبد اللطيف رضا عبد العال ماشي، رضا حماده عبد اللطيف تخبط بدر وتروح لاحمد رمزي يشوط يطير ثابت البطل ويمسكها. كابتن ثابت في سؤال عايزه اساله لك، يمكن عدد كبير من جمهورنا يقول السؤال ده معناه ايه، بس يمكن انا عايزه اعرف بالتحديد المشاعر الخاصه جدا لثابت البطل كحارس مرمى لما بيدخل في جول. في الحقيقه انا بحزن جدا لاي جول يخش فيا سواء وحش او كويس، يعني ممكن في جوال الناس بتقول انا ممكن تخش جول يعني ملوش ذنب فيها، لا انا بعتقد ان انا ببقى مسؤول عنها فعلا، يعني لان انا النهارده الحمد لله وصلت المستوى النهارده جول منتخب مصر، وبلعب حوالي 16 سنه 17 سنه، فاكيد ما يكفي من الخبره معايا ان انا اقدر اتحكم في الكوره كويس، او اتحكم في نفسي كويس قوي في الجول، ويمكن قد الظروف تخني احيانا وممكن تخش جول، انما انا بحاسب نفسي بشكل رهيب، يعني انا بروح البيت إذا كنت مسجل المباراة فبتفرج عليها وبشوف إيه الخطأ اللي أنا عملته عشان ما أقعش فيه تاني وأتعلم من خطأي، ويمكن بروح البيت لما يخش فيا جول يمكن مراتي ما تتكلمش معايا خالص، بتحس إن أنا متضايق لما يخش فيا جول، لأن أنا بحس إن أنا عملت حاجة غلط أو أنا مسؤول عن حاجة، المفروض أنا الجول اللي أنا بحرسه ده المفروض ما يخش فيا جول، لازم يطلع الشبكة نضيفة، فكون إن أنا بيخش فيا جول بحس إن أنا مذنب فعلا. كابتن ثابت البطل في نهاية لقائنا بنشكرك، سعدنا معك جدا في هذا اللقاء، وبنكرر مرة تانية ألف مبروك حصولكم على الدوري العام اللي كنت واحد من الأعمدة الأساسية لحصول النادي الأهلي عليه هذا العام، إن شاء الله يستمر معنا ثابت البطل على نفس المستوى ولفترة طويلة جدا. شكرا وألف مبروك. شكرا جزيلا ومبروك مرة تانية لجمهور النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي بالفوز ببطولة الدوري العام. يقع ويقوم ومعاه ثلاثة من النادي الأهلي، يرجعها ورا لطارق يحيى، وطارق يحيى يشوط يترمي عليها ثابت البطل ويحولها ضربة ركنية، وطالع نبيل محمود في الضربة الركنية وعالية، وثابت البطل يمسكها على ساعتنا 44 دقيقة من الشوط الثاني، ولا زالت النتيجة التعادل بدون أهداف، وطارق يحيى عالية وثابت البطل يمسكها. عزيزي المشاهد في نهاية لقاءنا النهاردة بنتمنى تكونوا سعدتوا معنا ومع نجم الكرة المصرية الكابتن ثابت البطل، بنشكركم وبنقول مرة تانية ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وفوزه بالدوري العام، بنلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله ونجم جديد وعالم الشهرة، لكم منا أطيب الأمنيات بالسعادة. شكراً.